ولذلك لما ربنا جاب قصة سيدنا داود، هل أتك نبأ الخصم إذ إيه تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزعوا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، مش كده؟ فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدينا. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. يبقى واحد غني أو عنده 99 وأنا عندي نعجة، فقال أكفلنيها يعني اديني النعجة بتاعتك يا أخي نكمل 100، وعزني في الخطاب. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أهي كلمة إلى نعاجه بعيدة عن موضوع القضية. طب ولو كانش عنده نعاج وحب ياخد النعجة بتاعته كان يبقى كويس قوي؟ إذن إلى نعاجه ملهاش. وعرض القضية بأن هذا أخي له 99 نعجة بده يحفظ القاضي عليه إن ده رأس مالي عايز يحفظه عليه، يبقى دي لا ليست إن أنا ليا نعجة وده عايز ياخدها مني. بس كونه عنده ما عندوش ملهاش دخل في الإيه؟ ملهاش دخل بالقضية. ليه؟ لأن ده تأثير على القاضي واستمالة لعاطفه في ناحية الضعيف يعني. نقول له لا دي ملهاش دعوة. ومن العجيب إن داود دخلها في حيثية الحكم. قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. يا سيدنا ونعاجه دخلها إيه؟ ده الخصم غلط في عرض القضية بيقول له 99 ولا لهاش دعوة ولا لهاش دخل بالدعوة. هو كان يقول أنا عندي نعجة وأخويا عايز ياخدها مني. ماليش دعوة بقى عنده ما عندوش مش ده. أنت سمعت منه وتأثرت به وأدخلتها في حيثية الحكم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. إيه؟ إذن في القضاء ساعة القضاء ما يجي يقعد يبقى ينزه الذاتيات مالوش دعوة. إما ما قدرش بقى وعرف كده يرد نفسه يبعد عن المسألة علشان الحق